تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل. بعد الانتهاء من عملية تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل الفصائل المسلحة في ريفي حمص الشمالي وحمل الجنوبي، وبالتوازي مع انتهاء عناصر النظام وآلياته من أعمال التمشيط وإزالة الحواجز على الطريق الدولي حمص حما، تجري عملية تحضير الحافلات في الريف الحمصي الشمالي لنقل الآلاف من عناصر الفصائل المسلحة وعوائلهم والمدنيين ممن رفضوا الاتفاق بين ممثلي شمال حمص وجنوب حما من جهة والروس والنظام من جهة أخرى. لم تنتهي الحرب في سوريا وليس ثمة أفق بنهايتها، وما تزال البلاد تنز دما من كل جوانبها، واحتمالات اشتعال الحروب الإقليمية على الأرض السورية لم تكن يوما بمثل هذا الوضوح. فرنسا تعود مجددا لتؤكد من جديد على تخليها عن مطلب استقالة الرئيس النظام السوري بشار الأسد من منصبه كشرط ضروري لتسوية الأزمة التي تعصف بسوريا منذ 7 سنوات. وللحديث أكثر مشاهدين عن موضوع حلقة الليلة أرحب بضيوفي من باريس دكتورة سميرة مبيض سياسية وأكاديمية، ومن ألمانيا دكتور علاء الدين الرشي رئيس المركز التعليمي لحقوق الإنسان، ومن بروكسل الأستاذ حسين عمر محلل سياسي. ضيوفي الكرام ومشاهدين الأفاضل أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتورة سميرة قبل الدخول إلى الحلقة مساء الخير أولا. مساء النور، أهلا بكم. دعيني أبدأ سؤال الحلقة من لدنك، يعني حقيقة بعد يوم من سيطرته على الجزء الجنوبي لحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق، حققت قوات النظام تقدما جديدا في الجزء الشمالي منه باتجاه مخيم اليرموك، يعني وحافلات تقل الدفعة الرابعة من بلدات يلدة وببيلة وبيت سحم جنوبي دمشق، يعني في ظل كل هذا التطور برأيك قراءتك أنت لمآلات الأمور على الساحة السورية؟ طبعا نحن بشكل يعني قاطع نرى نهاية مرحلة العسكرة في سوريا على الأقل بين فصائل مسلحة متعددة وبين القوات النظام وحلفائه. طبعا هذه المرحلة انتهت تماما ولم يبقى إلا الشمال السوري الذي تتجمع فيه معظم هذه القوى، والذي لا زال للأسف مصيره مجهولا بالنسبة لنا نحن السوريون. ونأمل في عبر برنامجكم أيضا وعبر هذا المنبر أن نوجه نداء بخصوص إدلب وبخصوص المناطق الشمالية بشكل عام، بحيث توضع تحت تصرف قوى دولية أو تحت حماية دولية لحماية ما يزيد عن 4 مليون مدني موجودين فيها. طبعا الخطورة تكمن في مصير هذه المنطقة، وهذا ما نردده وما نؤكد عليه في هذه المرحلة الحرجة. في خصوص باقي المناطق كما تفضلت، هناك فعلا انهاء للتواجد العسكري بمعظم هذه المناطق، ويترافق ايضا مع الحراك مع مؤتمر أستانا الذي سيعقد قريبا. وطبعا هذا المؤتمر بشكل او باخر هو يرسخ للاسف هيمنه قوى خارجيه على مناطق سوريه، وبامكاننا ان ننظر اذا نظرنا للخارطه السوريه ان نرى ان هناك حاليا وسيكون مستقبلا مترسخا واضحا بشكل أكبر عبارة عن احتلالات متعددة للمناطق السورية. فبالتالي كل هذه الأمور تنبئ بمرحلة سياسية جديدة باستمرار، إن كان هناك استمرارية للحراك الثوري السوري فهي ستكون مستمرة عن طريق الحراك السلمي، عن طريق الحراك السياسي الدبلوماسي، عن طريق محاسبة النظام وكل من أجرى في خلال 7 سنوات الماضية بالمحاكم الدولية المطالبة بهذه المحاسبة، عن طريق الحراك الدبلوماسي الذي يسعى لتطبيق هذه المحاسبة وللمطالبة استمرارية المطالبة بمطالب السوريين بدولة الحداثة ودولة الديمقراطية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا كما تفضلت وأشرت عن التصريحات الفرنسية، لا أعرف هل ترغب بأن نتحدث نناقش هذه النقطة الآن أو بعد أن نأخذ الحوار من بقية ضيوفك؟ نعم يكون ذلك أفضل دكتورة سميرة. اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي من ألمانيا دكتور علاء الدين الرشي. دكتور علاء مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا فيك واهلا بضيوفك الكرام. اهلا وسهلا مستمع. اهلا بك. يعني دكتور علاء، في ظل كل هذا التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، اذا ما تساءلنا عن البعد الحقوقي المتعلق بمفهوم الترحيل والابعاد
القصري من حيث البعدين القضائي والقانوني؟ الآن السؤال الأكثر إلحاح في دمشق وتحديدا في جنوب دمشق هذه الأيام، هل أنت من الخوارج أم أنت من الضالين؟ والخوارج هو مصطلح يقصد به هل أنت ستخرج إلى الشمال أم أنت من الضالين الباقين في المنطقة الذين يحاولون تسوية أمورهم وأمرهم على كف عفريت. الوضع بالنسبة لدمشق هو وضع حساس، وأنا سأتحدث معك بشيء قبل أن ندخل في الجانب الحقوقي والقانوني. دمشق تتعرض إلى تغيير منهج وقوي جدا تقوده إيران والميليشيات التابعة لها. هذا الأمر هو الذي حافظ عليه النظام منذ سنوات، منذ أول الثورة إلى الآن يحاول تحييد دمشق عن أي أمر إلا إرادته التي يريد أن يفرض من خلالها تغييرا ديموغرافيا، وذلك من خلال تمركز قوى كبيرة في المراقد المقدسة الشيعية وجلب المتطرفين من السلفية الشيعية إلى داخل دمشق لتدعيم وجود شيعي طائفي خطير يخدم إيران، كما أيضا تستثمر إيران الضعف الاقتصادي عند أهالي دمشق الآن لتمرير مشاريعها. الأمر أيضا نفس الوقت يسري من خلال تهجير غوطة دمشق وجنوب دمشق إلى الشمال لخلق عقدة نزاع مؤجلة وهي في منطقة الشمال، حيث يتم التغيير الديموغرافي المدعوم بالصمت الدولي وبإيران وتركيا. لماذا؟ لأن هذه المناطق ينبغي أن تبقى مشتعلة في الداخل الدمشقي بالعقدة الطائفية وفي الشمال السوري بالعقدة القومية التي يجعلونها الآن بين المكون الكردي صاحب الوجود الأكبر في الشمال وبين المكون التركماني أو العربي الذي أراد حقنه واستيطانه هناك. أيضا علينا الآن أن ننتقل إلى فكرة النزوح والتفرقة بينها وبين التهجير الجماعي أو بينها وبين اللجوء، وهنا سأتحدث معك بلغة قانونية بعض الشيء. النزوح هو كما بعجالة لو تكرمت، نعم، النزوح هو عملية مغادرة المسكن الأصلي لمكان آخر ضمن حدود البلد بغرض الحماية لنفس أسباب اللجوء. لكن التهجير الجماعي هو ترحيل مجموعة من الأفراد من موقع جغرافي إلى آخر، وهو جريمة في حال حصل قهر، وهذا ما يحصل الآن في دمشق وفي عفرين وفي المناطق الأخرى أو في حمص، لأن تفتقر إلى السند القانوني وتعد جريمة حرب. هذه جريمة حرب بكل معنى الكلمة. وهذا المفهوم أيضا مفهوم الترحيل سواء كان بإشراف قوى عسكرية أو شبه عسكرية من خلال تسيير عملية التنقل التي تقود الآن روسيا على أرض الواقع أو من خلال فرض واقع أمني أو اقتصادي، لا يترك للمدنيين خيار آخر سوى الهجرة من محل إقامتهم. هل من المعقول أن يأتي أهل الغوطة إلى عفرين وأن ينظر أهل عفرين إلى أهل الغوطة وهم يدخلون إلى بيوتهم؟ مع أني أنا أؤكد أن أهالي الغوطة لم يذهبوا بنزهة ولم يذهبوا بقرارهم ولم يذهبوا إلى منتجع اسمه عفرين، ولكن هذا التواطؤ القومي والتواطؤ الطائفي يراد منه تأجيل معركة قادمة. طيب. مع احترامي أنه الأمر البعض يقول انتهت العسكرة، لم تنتهي، هي بداية لعسكرة جديدة لكن بطعم جديد وبلون آخر يؤجل إلى أن تراد الإيرادات الدولية أن تحرك الأمر من جديد. طيب اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر. مساء الخير أستاذ حسين. مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. نعم، في ظل كل ما يحدث في سوريا، انطلاق القافلة الرابعة من بلدات الريف دمشق الجنوبي باتجاه الشمال السوري، يعني كيف تقرأ حضرتك هذه النقطة؟ بالحقيقة يعني باختصار هي حالة تغيير لموازين القوى وتغيير لما تسمى الجبهة، الجبهة العسكرية بين القوى. طبعا العسكرة ستبدأ من جديد بعكس ما قالت الأستاذة سميرة من باريس. موضوع العسكرة ستبدأ من نقطة غير النقطة التي بدأت منها من خلال قبل الآن منذ 7 سنوات. العسكرة هي بين السوريين أنفسهم، وكانت هناك آيات خارجية لكن كان الصراع بين السوريين أنفسهم أكثر ما يكون بين الدول الأقليمية أو الدول المؤثرة على الساحة السورية. الآن تحولت
الوضع إلى شكل آخر. هذه الهجرات أو التهجير القسري الذي يتم في كل من دمشق وحمص وحماة وبقية المناطق وحتى عفرين هو عملية مدروسة، مدروسة من خلال الستانة تم دراستها بشكل مكثف ومخطط له. ما يجري هو مخطط له من قبل روسيا وإيران وتركيا. المستفيد الأول من هذه الحالة هي تركيا بكل وضوح، والمستفيد الآخر أيضا النظام مستفيد، لكن بقية الشعب السوري هو الخاسر في هذه العملية، لأن العسكرة ستبدأ عن طريق استخدام السوريين الآن بشكل آخر. السوريين سيستخدمون من قبل دولة محتلة هي تركيا، والاحتلالات الأخرى الموجودة على الأرض السورية بين لتحويل العسكرة أو لتحويل المعارك بين الجوانب المختلفة على الساحة السورية، إن كانت طائفية أو قومية، وهذا ما يخاف منه أو يجب أن يحسب له حساب. ما يجري لم يجري في أي نقطة أو بلد من العالم قبل الآن جرت فيها ثورات، لم يجري هذا الشيء أن يتم تهجير مجموعات كبيرة من السكان إلى منطقة معينة أو إلى مناطق معينة داخل البلد نفسه، وهذه المنطقة هي تابعة لدولة أخرى أو دولة أخرى تحتلها وتتحكم فيها. لقد تم تعيين حتى تركماني على رئاسة الائتلاف، هذا دليل على أن تركيا أخذت المبادرة كليا. تركيا أخذت مبادرة القوى المجاميع المسلحة والقوى المسلحة التي سلمتها روسيا والنظام بكل رحابة صدر، وأرسلت إلى تركيا هذه القوى أو المهجرين المدنيين الذين سيتحولون فيما بعد غصبا عنهم إلى مساندين للعدوان التركي الجديد الذي سيبدأ وهو مستمر حقيقة، وسيبدأ في مناطق أخرى من سوريا، إن كان إدلب أو جبال الأكراد في اللاذقية أو منبج ومناطق أخرى من روجافا شمال سوريا. هذه العملية هي عملية مدروسة كما قلت، ويجب أخذها بعين الاعتبار، لا النظر إلى أن العسكرة قد انتهت وأن الوضع السوري هو بالاتجاه، لأن الصومال وأفغانستان أخرى سائرة في سوريا بصراحة. ليس من مصلحة أي قوى وخاصة روسيا وتركيا وإيران وحتى أمريكا، جميع القوى الموجودة على الساحة السورية ليست من مصلحتها أن يتوقف هدر الدماء السوريين أو يتوقف المعارك على الأرض السورية، بل لمصلحتها أن تستمر ويموت الشعب السوري ويبقى مشتتا وتبقى سوريا سورية إلى ما شاء الله. طيب اسمح لي أن أعود مجددا إلى ضيفتي من باريس دكتورة سميرة. يعني إذا ما تساءلنا عن طرد أهالي المدن يعني بشكل هندسة طبقية واجتماعية وديمغرافية برعاية أستانية، الثالوث الأستاني يعني تركيا إيران روسيا، إذا ما تساءلنا عن غايات هذه الدول علما من النقطة التي ذكرها ضيفي الأستاذ حسين عمر بأن هناك مشاريع لصوملة وأفغانة سوريا. دكتورة سميرة تماما، طبعا أنا أوافق ضيفيك. أنا ما ذكرته عن انتهاء العسكرة بالمناطق التي كنا نعتبرها خارج سيطرة النظام بمحيط دمشق أو بحمص أو حتى في الجنوب مستقبلا، ولكن تماما هناك ما أسميه يعني دعنا نقول إعادة خلق لكتل متجانسة كما أشار إليها بشار الأسد نفسه في خطابه بأنه يسعى إلى مجتمع متجانس. هنا نرى محاولة إعادة خلق لهذه الكتل، ولكن ليس لفراغ وليس من فراغ، وإنما بهدف استخدامها كوقود حرب في صراعات مقبلة. أنا أوافق تماما ضيوفك الزملاء بهذه النقطة. طبعا تهجير أهالي الغوطة بمعظمهم إلى الشمال وإدخالهم إلى بيوت في عفرين، وأؤكد هنا وبعد حديثي مع العديد من المدنيين أن ذلك لم يتم برضاهم، وأنهم كانوا يخيرون بين البقاء في العراء أو في الخيم ومن لديه أطفال وفي البرد، وبين دخولهم إلى
هذه المنازل، وبطبيعة الحال فكانوا سيختارون الدخول إلى هذه المنازل. طبعا كل هذه الأمور هي أمور مسيرة ومخطط لها مسبقا، لذلك نحن اليوم نعترض، وقد قدمنا عدة رسائل واعتراضات على مؤتمر أستانا وعلى الشرعية التي يمثلها هذا المؤتمر، هذا المؤتمر الذي سيفضي بالنتيجة إلى شرعنة احتلالات متعددة على الأراضي السورية بتوقيع من الفصائل المسلحة أو بمن يمثل الفصائل المسلحة، ودون أن يؤخذ بعين الاعتبار رأي السوريين أنفسهم، رأي المدنيين. طبعا لا نتحدث عن السياسيين، فلم يكن لهم يوما أي دور ولن يكون، وكما تفضلوا أيضا الزملاء بأن تركيبة الائتلاف الحالية تعكس دوره المستقبلي، والذي هو بحسب رأيي سيقتصر على إدارة الخدمات في هذه المنطقة، في منطقة الشمال الخاضعة للنفوذ التركي، فبالتالي لا نعول على أي دور سياسي من أجل تحرير أو السعي لإنهاء هذه المرحلة أو هذه الاحتلالات المتعددة على الأراضي السورية. طبعا ما تحدث به ايضا الزميل عن التغيير الديموغرافي في دمشق شديد الخطوره، على الاخص ان ربطناه بنتائج الانتخابات اليوم في لبنان، وراينا فيها غلبه ايضا لحزب الله او يعني حليف لايران في لبنان، فبالتالي امتداد هذه الموجه الى دمشق ايضا ينبئ بخطر متعاظم بالمستقبل، بالاضافه الى ما يعانيه السكان بمدينة دمشق من تغول ومن ازدياد للفتنة الطائفية ومن تحفيز طائفي مستمر، سواء عبر المظاهرات ذات الصبغة الدينية في الشوارع أو عبر بعض الأشخاص الذين يظهرون ويهددون بإنهاء أهالي المدينة إلى آخره. كل هذه الأمور هي عبارة عن ضغوطات تدفع بأهالي المدينة بشكل أو بآخر للرحيل لترك مدينتهم، وهذا أيضا لاحظناه في مناطق ذات الأغلبية المسيحية، لاحظنا فيها تغيير ديموغرافي بشكل كبير وتغيير بالمحيط الحياة، بالمحيط الثقافي للحياة، بحيث يجبر أهالي هذه المناطق ليس عن طريق القصف وليس عن طريق الصواريخ على ترك بيوتهم وبيع بيوتهم والهجرة إلى الخارج إلى أوروبا أو إلى أمريكا، على جميع الأحوال عدم البقاء في دمشق، ولدينا تهجير ديموغرافي واضح، ومن ينكر هذا التغيير يعني يغيب عن عينه أمر شديد الوضوح ومخاطره كبيرة جدا. إذن يتوجب علينا في هذه الحال توثيق هذا التغيير الديموغرافي، لأن حاليا يعني مع صدور أيضا القانون رقم 10 والذي ينتزع ملكيات لأهالي المناطق مختلف المناطق بدون أي مستند قانوني وبدون أي أحقية، كل ذلك يفقدنا الوثائق القانونية قانونية، وطبعا القانونيين أقدر مني على الحديث في هذا المجال، لكن يسير بنحو إفقادنا الوثائق اللازمة لإثبات حقنا وحق الأهالي السوريين، أهالي مدينة دمشق في مدينتهم. طيب اسمحي لي أن أعود مجددا إلى دكتور علاء الدين. يعني دكتور علاء، ذكرت الدكتورة سميرة بأن كل ما حدث الآن هو يعني نتيجة لمؤتمرات أستانا ومناطق خفض التصعيد، الاتفاقيات التي أبرمت بين الدول الثلاثة يعني أتاحت التمدد وسيطرة دمشق على كثير من الأراضي والجغرافيا السورية. طيب ما المتوقع أن يصدر من مؤتمر أستانا المقبل دكتور علاء برأيكم، يعني من خلال قراءتكم للأمور ومآلاتها؟ تركيا تظن أن الأستانة هو فرصة لاقتسام غنائم سوريا، هذا هو الأساس الذي تنطلق منه تركيا، لكن هناك شيء موت مؤجل، هناك شيء تطبخه إيران. إيران لن ترضى أن تظهر تركيا على الأراضي السورية بصفة وبضوء أخضر أمريكي مبطن. استطاعت تركيا أن تطرد أهالي عفرين وتشتت شملهم وتفرق القوى العسكرية للأكراد الموجودين في عفرين، واستطاعت أيضا أن تمنح الكثير من الخطوط الخضراء أمريكا، ولا أقول روسيا لأن روسيا هي العدو المباشر، التي منحت تركيا ومنحت النظام السوري
حق الغض التركية أن تجتاح الشمال وأن تجتاح أفرين تحديدا، وأيضا لا يتدخل النظام السوري. كل ما يحصل في الأستانة هو ثمرة لتواطؤ أمريكي في البداية وفي النهاية، أمريكا التي سمحت لتركيا أن تظهر كقوة في سوريا. لكن الحرب المؤجلة هو أمراء الكبار الإيرادات الدولية، إيران تستعد لأن إيران لن تسمح لوجود تركي قوي يحجبها عن دور الإقليمي في المنطقة ويحجبها عن دور التاريخي الذي تراه حقا تاريخيا لها في سوريا. هي قدمت على أرض الواقع للنظام السوري ما يسميه بشار الأسد بالجيش الرديف أو بالقوات الموازية، هي تدعمه بالمال وتدعمه بالعتاد، والأتراك الآن يتحركون ضمن زوايا يمكن أن أقول لك هي غض بصر مؤقت، لكن سيكون لا محالة هناك اصطدام. علينا الآن إذا أردنا أن نتحدث عن شيء يفرض منطقنا كسوريين على الأستانة، هو أن نعلن أننا لسنا مع هذه المؤتمرات في شيء، هو أن نعلن على أرض الواقع أننا مع مصالحة سورية، سورية تبدأ بترتيب البيت العربي السوري الكردي والكردي الكردي والسوري بكل مكوناته، وترفض من تحويل الوطن إلى قومية تتناحر مع الدين أو الدين إلى قومية يقاتل القومية، وترفض أن يتحول الدين إلى طائفة وتشظى الوطن إلى قوميات وطوائف. إذا عملنا على عقل تكويني سوري حقيقي جوهري يقوم بدولة المواطنة، هذا هو الذي يمكن أن يفقد الستانة دورها، ويمكن أن يفقد أيضا، ربما البعض يقولون هذا حلم، لكن علينا أن نتحرك مباشرة المصالحة العربية السورية داخل العرب فيما بينهم وداخل الكرد فيما بينهم وداخل العرب والكرد لتفويت الفرصة على ستانة قادمة تزيد من مناطق خفض الصراع، ولكنها تستهدف بنية المجتمع السوري بالتفكيك والقتل المؤجل. الحل هو بإعادة ترتيب البيت السوري السوري. أن نكف إلى الآن لو سأل كبار المعارض من هم الأكراء الكرد في الشمال، ما هي أهم أحزابهم، سيقول لك هم مجموعة من الملاحدة الذين تقودهم حزب العمال الكردستاني الكافر. لا يعرفون تفصيلات هذه التشكيلات الموجودة في الشمال إلا من خلال ما يحقن من هنا وهناك، وهذا أيضا أعود لعيب فينا أيضا كسوريين وككرد، أننا لم نستطع أن نقول، رغم أني حضرت مؤتمرات لتشكيلات سياسية كبيرة من الكرد كانوا يؤكدون، وهم ممن يتهمون بأنهم من الانفصال، كانوا يؤكدون على حرمانية الانفصال عن سوريا وأنهم ينادون بقوة الشعوب. إذا نحن أمام أزمة وعي، هذه التي يمكن أن ننطلق عليها وعلى أساسها حرمانية الدم السوري بكل مكوناته، وتجريم استباحة أي مكون من غير سند قانوني، وهذا غير مسموح، وأيضا التأكيد على دولة المواطنة وأن الجميع يستندون إلى فكرة صناديق الاقتراع لا إلى فرض شرعية الواقع التي هي الآن تفرضها الإيرادات الفاسدة الدولية. طيب أستاذ حسين، يعني بالعودة إليك وانطلاقا من النقطة الذي تحدث بها الدكتور علاء الدين، يعني هل وصلت الأطراف المجتمعية السورية إلى القناعة بأن الاقتناع بأن الافتراق هو المخرج الوحيد المتبقي الآن أمام السوريين في ظل مرور هذه السنوات العجاف في هذا البلد؟ المشكلة ليست يعني بيد السوريين أنفسهم، حتى لو توصلوا إلى أي قناعة، أي سوري إذا سألته ماذا تريد يقول أريد السلام والأمن والحرية والكرامة، هذا ما يريده. لكن من يتحكم بالقرار ومن يقود هذا السوري الذي يتحدث بهذا الشكل هي مجموعة دول أو مجموعة قوى هي التي تتحكم بما يجري على الساحة السورية، ومن ضمنهم النظام أيضا، يعني النظام هناك من يتحكم فيه أيضا وليس فقط المعارضة أو الشعب السوري بشكل عام. ما أريد أن أؤكد عليه في هذه النقطة أيضا بأن دور تركيا هو دور أساسي، وتركيا هي التي ستلعب في المستقبل القريب، وسنرى هذا دورا أكثر هيمنة من الآن. تركيا تأخذ كل ما تريده من روسيا وإيران. أختلف مع الدكتور علاء عن دور إيران المناهض للتواجد التركي أو لشيوع التواجد التركي في الشمال السوري لزيادته، لأن إيران تدرك تماما بأن ليس بمقدورها أو لا يمكنها
أن تقترب من الشمال السوري كثيرا، لأن قوات التحالف الدولي لن تسمح لها وستضربها، وأن إيران تدرك تماما بأنها غير قادرة على مجابهة أو فتح معركة مع قوات سوريا الديمقراطية، لأن التحالف الدولي لن يسمح لإيران بالقيام بهذا الدور. لهذا إيران تدفع تركيا، وإيران توافق تركيا، وإيران تطلب من تركيا وتدعم تركيا في سبيل أن تقوم تركيا باحتلال شمال سوريا، إن كان إدلب أو حتى عفرين كما تم احتلالها. وما قالته الدكتورة سميرة بمناطق نفوذ تركيا هي بالحقيقة مناطق احتلال تركيا، جلابرس، الباب، أعزاز. وتركيا ستتوجه برعاية ودعم ومساندة إيرانية وروسية، وطبعا النظام نحو منبج لو استطاعت أن يعني تؤمن قليلا من الموافقة الأمريكية في هذا الأمر. إذن إيران هي موافقة لخطوات تركيا جميعها، حتى لو احتلت كامل الشمال السوري فلا يهم إيران من الشمال السوري إلا ما يعني فوق نهر الفرات وما بعد، لأنها تريد إيصال دمشق خاصة ومناطق حلب وحمص وحماة واللاذقية، البحر ولبنان مع العراق ومن ثم مع إيران، ولا يهمها إذا ذهب روجافا وشمال سوري جميعه وبقي تحت الاحتلال التركي إلى مدة غير معلومة حتى تنتهي هذه الأزمة. وروسيا أيضا باعتقادي هي في هذا الموقع، موقع الداعم لدفع تركيا لتقوم بهذه المغامرة إذا استطاعت. والأيام القادمة ستبرهن على هذا الموضوع. إيران تريد فقط فوق يعني غربي جنوبي الفرات، ولا دخل لها في شمال الفرات وشرقه، وهي لا تتدخل ابدا ولا تريد. وموضوع عفرين كان واضحا، ايران لم يعني نددت ولكنها لم تتحرك حتى الان، ولم تقل لماذا احتلت، او عمليا لم تقم باي حركه ضد الاحتلال التركي في ايران، بل ساندت هذه الاحتلالات. يعني ما يجري سيكون معارك أكبر حجما وأكبر قوة. لا نستغرب ولا أستغرب أنا في الأيام القادمة إذا كانت هناك تحالف بين القوات الإرهابية التي جمعتها تركيا الآن في مناطق عفرين وأعزاز والباب، ما يقدر حوالي 120 ألف مقاتل أو أكثر كما يقولون، كما هناك معلومات بهذا الخصوص، والتحالف بينه وبين قوات النظام لمقاتلة قوات قسد في المستقبل. هذا ليس ببعيد، لأن تركيا وروسيا هما الآن اللذان يحركان هذا الأمر بالشمال السوري أكثر مما هي لإيران أو للنظام أي يد فيه. دكتورة سميرة، بالعودة إليك، يعني حقيقة إذا ما تساءلنا عن تفاصيل المشروع الدولي الإقليمي على الأراضي السورية التي تعمل عليها القوى المتعددة، يعني في ظل كل التطورات الآن نسمع تصريح صادر من فرنسا بأنها لم تعد متمسكة بمطلب رحيل الأسد عن السلطة في ظل السعي إلى أي حل سياسي لإخراج سوريا من هذا الصراع. تماما، طبعا هذا الموقف الفرنسي الذي سمعناه عن طريق السفيرة الفرنسية في روسيا هو موقف الرئيس ماكرون منذ انتخابه حقيقة، بحيث أن رحيل الأسد لم يعد هو شرط مبدئي لأي خطوات أخرى، لكنها أكدت أيضا في حديثها، وهذا أيضا هنا لخلق نوع من التوازن لكنه لا ينفذ على أرض الواقع، بضرورة وجود حل سياسي، وربطت وجود الحل السياسي ببقاء اللاجئين السوريين في أرضهم وبتوقف الهجرات المتتالية. فبالتالي هناك الحديث عن حل سياسي، ولكنه غير مشترط برحيل الأسد بداية، وهذا هو الموقف الفرنسي منذ فترة، لكن أعيد التجديد عليه. وأضافة إلى ذلك تؤكد الأطراف الفرنسية بشكل دائم على محاربة
الإرهاب، ومؤخرا أيضا تم التأكيد على ملف الكيماوي، وخصيصا بعد الضربة العسكرية لمواقع عسكرية للنظام منذ فترة قريبة. ومؤخرا بدأ أيضا التركيز على المساعدات الإنسانية، وعلى الأخص في منطقة إدلب التي تحوي عدد كبير من اللاجئين النازحين القادمين من جميع أنحاء سوريا. فبالتالي لدينا الحديث ولكنه مبهم عن الحل السياسي بدون خطوط واضحة. كان هناك منذ فترة قدمت فرنسا مع بعض الدول الغربية قدمت اللاورقة، ثم لم نعد نسمع بهذه اللاورقة رغم أنها ممكن كانت أن تحمل بعض العناصر القابلة للتطوير مع رؤية السوريين للوصول إلى شكل دولة يناسب طموح السوريين. لكن ما نجده اليوم هو جمود سياسي بانتظار انتهاء مرحلة ما أو انتهاء أمر ما، والذي يتجلى على أرض الواقع بالتهجير القسري، يتجلى بإنهاء مناطق العسكرة خارج سيطرة النظام وخارج المناطق الشمالية. يعني يمكن أن نقدر أن لن يكون هناك أي حل سياسي قبل انتهاء هذه المراحل في جنوب دمشق، في ريف حمص، وأيضا في الجنوب السوري في جنوب سوريا. فيما بعد قد نشهد حلول سياسية، لكن هذه الحلول السياسية ستكون حتما وللأسف تحت، إذا تم أستانا وانتهى وأعطي شرعنة سورية من المعارضة السورية، ولو ذهب معارض واحد فهو يعطي الشرعية لهذا المؤتمر، فإن تم ذلك فسيكون أي حل مستقبلي تحت بنود أستانا. وهذا هو كان هدف مسار أستانا حقيقة منذ البداية، الخروج عن الشرعية الدولية والتي كانت تنادي بانتقال سياسي يقوده السوريون. هذه كانت المصطلحات الحرفية لأوراق جنيف السابقة والقرارات الأممية. فجاء أستانا ليخرج عن هذا المسار الدولي، ولذلك نحن كنا ضد هذا المؤتمر منذ بدايته، ولغاية اليوم نحاول إرسال الرسائل للأطراف المعنية بأن السوريين غير معنيين بكل ما يصدر عن هذا المؤتمر، فهو بالنسبة لهم غير شرعي، لم يمثل عن طريق السوريين أنفسهم، وإنما تم اختيار ممثلين من قبل الفصائل وبطريقة مبهمة إلى آخره، فهو لا يحمل مرجعية على الأرض السورية. يعني ما يبدو لنا هو محاولات يعني للوصول لمناطق هيمنة في المرحلة القادمة. ما يليها ليس واضحا بعد، ولكن أتوافق مع الزملاء بأنه رغم أننا نرى هذه الأمور أصبحت متقدمة، وقد نشعر بأننا متأخرين في حراكنا، وذلك بسبب أيضا وعلينا أن نعرف الأسباب، بسبب الدور السلبي الذي لعبته المعارضة السورية طيلة 7 سنوات، وبسبب انكفاء عدد كبير من السوريين ومن الوطنيين الذين لا يحملون أي إيديولوجيات أو تشنجات قومية أو طائفية، انكفائهم وابتعادهم عن العمل السياسي. لكن علينا اليوم رغم أن هذه المسارات أصبحت متقدمة أن نستمر بالمحاولة وأن نقدم كل ما أمكن لإيقاف مسار أستانا والعودة إلى مسارات القرارات الأممية. نعم دكتور علاء، بالعودة إليك، يعني إذا ما تساءلنا عن تفاصيل المشروع الدولي والإقليمي الذي تعمل عليه كل الدول التي لها النفوذ وتحاول رسم مناطق نفوذها في الجغرافيا السورية في ظل كل التطورات التي حصلت ومآلات الأمور في سوريا، هناك زواج مؤقت ما بين تركيا والفصائل التي المتشددة التي تحالفت معها للدخول إلى الشمال. هذا الزواج المؤقت هو جاء نتيجة الإملاء الإيراني. إيران لا تملك شيء يراعي الذائقة الطائفية للمجتمع السوري، إيران ليست مقبولة طائفيا، هذا الأمر يغيب كثير عن المحللين عندما يتحدثون، ولذلك تقوم إيران باستخدام العصا التركية. أنا لا أقول لك أن تركيا تستطيع أن تواجه إيران، إيران دولة إقليمية أخطر من تركيا في سوريا بكثير، ولو استطاع لو أرادت تتحرك لكنها تستطيع كيف تغير بأساليبها كالحرباء. هي أدخلت إلى الشمال أناس ليسوا بعيدين عن التكوين الطائفي عن تلك المنطقة من المسلمين السنة، أرادت أن تغير الأمر، ولكن بصدام ما بين التوجه الطائفي والتوجه القومي
والمتحكم في الأمر هو تركي، هو إيران وهو روسيا. الأمور لم تنتهي، وهناك أيضا سيحدث بعد هذا الزواج المؤقت طلاق بائن بين ما يسمى تركيا والفصائل المتطرفة معها، وربما تحدث عمليات مواجهة، لأن الأمر كله هو عبارة عن فخ. لو كان منح للأتراك الآن غض البصر في الشمال، لكنه لتمرير الأمور. ما الذي يمنع الآن، أريد أن نتساءل هكذا بعيدا عن أي احتقان، ما الذي يمنع الآن مداهمة النظام السوري لعفرين مثلا؟ ما الذي يمنع؟ لماذا هم يصرون على هذا التغيير؟ لماذا؟ هناك شيء يطبق في المرحلة القادمة. المرحلة القادمة هي تأجيل إشعال فتيل النار بين التيار القومي والتيار الديني الموجودين في تلك المنطقة، وأيضا إلى، قلت لك، هناك مشاعل، هناك مناطق ينبغي أن تبقى مشتعلة في دمشق، التغيير الطائفي، وفي الشمال التغيير القومي، والاثنان هما عبارة عن ألغام مؤجلة تشعل في المستقبل. ما علينا وما أؤكد عليه، الأستاذة التي قالت كان كلامها دقيقا، لو أن شخصا واحدا سوريا ذهب إلى الأستانة هو سيبرر وسيمرر الإملاءات علينا. ما أؤكد أننا نحن عندنا أزمة وعي، فقدان الثقة بين المكونات، ليس لدينا سلم. وأنا أختلف مع، طيب، هنا في هذه النقطة دكتور علاء، يعني أنت أثرت نقطة في غاية الأهمية. يعني الواحد بده يضطر يسأل عن الولاء الوطني الجامع للسوريين. يعني يا هل ترى لسه هالولاء موجود بعد 7 سنين وبعد تدخل الدولي وكل طرف صار يستقوي بالآخر؟ طيب يعني ظل الولاء الوطني الجامع أم باتت الولاءات فرعية وضيقة دكتور علاء؟ أستاذ، أدنى إنسان في المعارضة السورية يؤكد على الولاء الوطني، ومهما كان عبثهم في الأداء في المعارضة بكل تلوناتهم، هذه اللوحة الفسيفسائية التي يؤكد عليها عندنا معاذ خطيب، هيثم مناع، صالح مسلم، شخصيات كبيرة جدا متعددة، لا يشترط أن تتطابق فيما بينها، لكنها تشترك على حرمانية الدم، على مشروع مواطنة، على إنسان فوق التقاسيم الدينية والطائفية والقومية. نحن نستطيع أن نبرمج أمرنا بيدنا. أنت تقول عن الولاء الوطني بين الشعب السوري، أنا يتحدث معي من أهالي الغوطة الشرقية يقولون لي دكتور علاء هل يأذن لنا فلان في عفرين أن يؤجرنا بيته؟ الناس تحتاج إلى نوع من الطمأنينة فيما بينها، لكن هناك حقن دولي ممنهج لإشعال فتيل النار. ما الذي حدث منذ أيام عندما يصعد واحد اسمه زين العابدين ويقول سنجركم وأردتموها حرب في دمشق، ويشتم معاوية ويشتم يزيد ويشتم كذا؟ ما هذا؟ هذه ليست ذائقتنا في سوريا. نحن لا القومجي ولا المتدين يستطيع أن يذبح صوص في الشارع ولا قطة. هذا المزاج العام، تدين سكر خفيف. القومية عندنا قومية علمية، ليست قومية سكاكينية نذبح بعضنا البعض. والدين ليس لدينا منصة لإطلاق الصواريخ. هذا الإفساد الذي ينبغي أن نقف كلنا ضده. اللعب في السياسة، أقول لك، غالبنا كمنجمين، ما لا نعرف إلا ما يقال إلينا، والمصادر المعرفية محدودة. لكن لو راهننا على الوعي السوري، وهذا ما أؤكد عليه، وهذا ما نراسل في كل المكونات السياسية، الإنسان السوري أولا، فكروا في مستقبل لهذا الإنسان الذي يذبح الآن بسكاكين دولية. طيب، ذات طابع قومي أو طائفي. طيب أستاذ حسين، بالعودة إليك، يعني حقيقة مراقبون كثر ومتابعون يتساءلون عن حقيقة وماهية الدور التركي في سوريا. يعني المرحلة المقبلة هي تبدو مرحلة تنفيذ لهذا المخطط الغامض الذي تحدثنا عليه في متن الحلقة، أو يعني الذي يجعل العالم في استعداد قلق لما هو مجهول في ضوء النوايا التركية المعلنة والمعروفة مسبقا للسوريين. النوايا التركية حقيقة يعني معروفة. الميثاق الملي الذي أعلن عنه أردوغان لا يختلف عليه اثنان من المحللين أو حتى الناس العاديين، هذا هو هدف أردوغان. الميثاق الملي كما هو معروف ومخطط له
من يأخذ من إدلب وحتى موصل وكركوك وبقية المناطق التي تدخل، لا أريد أعطاء يعني دخول في تفاصيل الميثاق الملي، لكن تركيا هدف، وإن بقي أردوغان والمؤشرات تدل على بقائه، إن بقي أردوغان فلن يتغير شيء في السياسة التركية تجاه سوريا، بل سيشد من عزمه وسيشد من عدوانه وسيبدأ بابتزاز أمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وسيبدأ بابتزاز روسيا من خلال إعطائها بعض الصفقات التجارية الأكثر. حتى الآن تركيا هي الشريك الأهم لروسيا بالصفقات التجارية، وكذلك إيران، هذين الدول الثلاثة يجب أن لا ننسى بأنهما شركاء تجاريين على مستوى عال في العالم. لذلك ما يجري بينهم وما تقوم به تركيا في المنطقة كما أسلفت قبل الآن هي تنفيذ مخطط ترضى عنه إيران وروسيا راضية أيضا. هذا المخطط هو إمكانية إمحاء مناطق الكردية في الشمال السوري أو ما نسميها الروجافا، وتهجير شعبها كما تم تهجير العفرينيين من مدنهم وقراهم، وتهجير بقية المناطق وإسكان ما تم تجميعهم من مناطق مختلفة من سوريا، إن كان حمص حما وحتى من الزبداني، والآن الجنوب الآن الدمشقي هناك حتى تحضير لتهجير 30,000 نسمة يعني من ريف حمص. أستاذ حسين، نعم، هؤلاء جميعهم سيأتي بهم، يعني سيكونوا مستوطنين في هذه المناطق التي ذكرناها. هذا هو المخطط التركي لتغيير الديموغرافي وتغيير النسبة السكانية في المنطقة، وإنهاء ما يريده أردوغان يعني كما يبغي أردوغان إنهاء ما الوجود الكردي في تلك المنطقة، وهو يحاول حاليا إنهاء ذلك الوجود في شمال كردستان أيضا في المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا أيضا. أردوغان هذا هو هدفه بالنهاية، وفي سوريا تحديدا أردوغان سيكون شديد الوقت في المرحلة المقبلة، وسيحاول أن كما قلنا يبتز روسيا وإيران أكثر لكي يقوم بما يريده بشكل أكثر، هذا إذا نجح في الانتخابات. طيب دكتورة سميرة، يعني بالعودة إليك، هناك من ذهب من المراقبين بالتفسير بأن هناك وحدة متصدعة عكس ما يحاول إظهاره هذا الثالوث الأستاني. يعني إذا ما ركزنا قليلا على تركيا والروس، هل ستخرج تركيا من عباءة الروس وتذهب هذه التوافقات التي تم التوصل إليها في القمة الرئاسية الثلاثية في أنقرة الشهر الفائت؟ دكتورة سميرة. نعم، أنا أعتقد أيضا أنها توافقات مرحلية وليست توافقات على المدى الطويل، وفي لحظة معينة سيكون هناك خلاف على أمور محددة وسيعاد ترتيب الأوراق من أول وجديد، لكن في المرحلة الحالية هي توافقات على اقتسام النفوذ، على إنهاء أي حراك أو دور للحراك السوري. طبعا أعود إذا سمحت لي لنقطة تفضل. ذكرها الزميل وهي الوعي السوري والذي نعول عليه. في الحقيقة أنا ما أراه أنه حاليا لا يوجد تمثيل لمصلحة السوريين، يعني كما لاحظنا وأصبح بات أمرا مؤكدا وبعد محاولات عديدة لتقويم مسار المعارضة السورية، لكنها تابعة، مجزأة تابعة، قسم لروسيا، قسم لإيران، وقسم لتركيا، وقسم للغرب، فبالتالي لا يوجد من يدافع عن مصلحة السوريين. هنا المكمن الأمر، وأيضا طبعا النظام يدافع عن نفسه، عن فئويته، عن سلطته، ولا يذهب أبعد من ذلك أبدا، المهم أن يبقى على رأس السلطة ولو في منطقة ضيقة ولو بشكل بروتوكولي، يعني هذا الأمر بات أيضا منهيا. لكن من يدافع عن مصلحة السوريين؟ من يقول أن المواطنة تتجاوز القومية؟ من يقول أن المواطنة تتجاوز الطائفية؟ من في المنابر الدولية اليوم يحمل هذا الصوت؟ هذا غير موجود ولم يسمح له
له بشكل أو بآخر أو أن يوجد، وهذا ما علينا أن نوجده نحن كسوريين وأن نفرضه فرضا على المجتمع الدول بأن هناك تيار لا يحمل إيديولوجيات متطرفة وتيار يحمل اسم المواطنة والعلمانية وهو معارض لنظام بشار الأسد وهو أيضا معارض لما سارت عليه الأمور خلال السنوات السبع السابقة ولتقسيم سوريا ولوضعها تحت احتلالات متعددة، وهؤلاء الأشخاص موجودين. يكفي أن نبدأ بالبحث عنهم وبتشكيل تيار متكامل بحيث نفرض شرعية ممتدة من الأرض ومن الوجود السوري الحقيقي على هذا على الساحة السياسية. طبعا تحدثنا عن الشمال السوري ولاحظنا أنه بدأ هناك، وهذا أمر طبيعي، بدأ هناك نوع من الاحتجاجات أو من الحزازيات التي تنشأ بين أبناء الأرض وبين الموجودين من العسكر من المناطق المجاورة، لأن مساعدة شعب لا تعني والدخول عساكر إلى مناطق هذا الشعب، مساعدة شعب تعني مساعدته بقاء بأرضه، وبلحظة معينة سينشأ هناك صراع بين الإحساس بالسيادة وبين ما يفرض على السوريين، وليس فقط في مناطق الشمال، سيمتد ذلك أيضا مناطق الساحل التي فيها وجود روسي، وسيمتد أيضا إلى دمشق التي فيها وجود إيراني. بلحظة معينة سيشعر ابن البلد بهذا الاحتلال وبأن مصلحته تم انتهاكها. فموضوع المصلحة هو المصلحة المشتركة، المصلحة المشتركة للسوريين هي بأن يكونوا بحالة سيادة على أرضهم، بأن يقودوا أمورهم وقراراتهم ومواردهم بما يرتؤون لتطوير سوريا ولتطوير ولازدهارهم، لازدهار هذا الشعب، بينما هذا الأمر لن يكون عليه الحال بهذا الشكل طالما أن هناك وجود احتلالات متعددة كل منها يسعى لمصلحته بالدرجة الأولى، وسلطة كل منها تسعى لمصلحة الجزء التابع له. إذا نحن هنا نعرف نقطة الضعف ويبقى علينا محاولات معالجتها قبل أن نصل نقطة العودة، وهذه مخاوفنا. طيب الطرق، طرق معالجة ما تفضلت به دكتورة سميرة بدقيقة لو سمحتي. لم أسمع السؤال، عفوا. قلت سألتك عن الطريقة يعني والخيارات الذي في ظل ما تفضلت أنت وتحدثت. لدينا الآن عشرات وممكن نقول مئات من التيارات الصغيرة، التيارات السياسية والتكتلات الصغيرة التي تجتمع بأنها مستقلة، بأنها تحمل فكرة وطنية. يجب علينا أن نبدأ بتأسيس صندوق وطني وبجمع هذه التيارات مع بعضها البعض لتشكل قوة ضاغطة تسعى لمصلحة السوريين، وهي القوة المفقودة اليوم، مصلحة السوريين جميعهم من جميع القوميات من جميع الطوائف نحو سوريا دولة لا مركزية، هناك كل منطقة فيها لديها خصوصيتها ولديها ثقافتها ولديها أمورها وازدهارها، ولكن دون تفكيك سوريا، لأن تفكيك سوريا ليس مصلحة أحد. طيب دكتور علاء، تعقيب منك أخير. في كتابه أحمد داود أغلو رئيس وزراء تركيا السابق الذي اسماه العمق الاستراتيجي، كنت بالفعل أتأمل منذ أيام من أين أخذت تركيا مصدر قوتها في التعامل مع الكرد. يصرح هذا الرجل في كتابه الأستاذ أحمد داود أغلو بأن أمريكا منذ أن سلمت أو غضت البصر على اعتقال السيد أوجلان إلى تركيا اعتبرت أن الملف الكردي هو ملف تركي محض في المنطقة. لماذا أحضر هذا الشاهد؟ أريد أن أقول لك أن تركيا ليست وفية لقضية السوريين، كل ما يعنيها هي إثارة حدودها بطريقة تحمي أمنها ولو مزقت نسيج المجتمع السوري. هذه النقطة تدعوني إلى إعادة الصحوة الثقافية والإنسانية والمجتمعية بين السوريين. الوظائف السياسية ليست كل شيء، الوظيفة الاجتماعية للمعارضة مفقودة. نحن ليست لدينا ذائقة أخلاقية وإنسانية نعمقها في خطاباتنا. اليوم لما تجد صوت معتدل مثل الدكتور محمد حبش يطالب بإنصاف الأكراد يقولون لك هل اشتراه الأكراد؟ عندما يتحدث إنسان بلغة إنصافية في التعامل مع الأحزاب يقولوا لك أصبح من حزب البيكيكي، تقول لهم لا يوجد عندنا في سوريا دكتور حزب اسمه البيكيكي. دكتور علاء بدي اعتذر منك، ضل معي دقيقة بدي أختم فيها عند الأستاذ حسين عمر مشان نكون عادلين إلى حد ما. أستاذ حسين بدقيقة، تعقيب منك أخير.
يعني بالنسبة للوعي يعني الشعب السوري بصراحة لقد سبق الوقت هذا الأمر، ولم يعد هناك إرادة للسوريين أنفسهم. المجموعات الصغيرة التي تحدثوا عنها الزملاء، هذه المجموعات لا يمكنها أن تعمل أي شيء في هذه المرحلة بالضبط. هي يمكنها أن تتحرك، تلتقي وتبني وتضع مخططات وأهداف، ولكن لن يكون لها أي تأثير على الساحة السورية، لأن الاحتلالات الموجودة وخاصة تركيا والإخوان المسلمين، يجب تذكير هذا التنظيم الإرهابي الخطر الذي سبب هذه الويلات للشمال السوري على قدر أكبر، ولكل سوريا مع النظام، شراكة مع النظام المجرم. يجب أن نذكر هذا التنظيم وأن لا ننسى بأنه لن يسمح لبقاء السوريين موحدين إذا أراد وإذا كانت لتركيا يد في هذا الأمر. لهذا تركيا والإخوان المسلمين ومن بعدهم يأتي النظام، بالنسبة لي نعم. هما الأخطر على الوعي المجتمعي السوري وعلى المستقبل السوري. نعم. مشاهدينا، نصل واياكم الى نهايه المحور الاول من الطاوله المستديره، ولا يسعني الا ان اشكر ضيوفي. كان معي من باريس دكتوره سميره مبيض، سياسيه واكاديميه، ومن المانيا دكتور علاء الدين الرشي، رئيس المركز التعليمي لحقوق الانسان، ومن بروكسل الاستاذ حسين عمر، محلل سياسي. شكرا لكم ضيوفي على كل ما تفضلتم به. مشاهدينا، موعدنا يتجدد بكم على راس الساعه.